بنرحب بالمؤلف تامر ابراهيم، مؤلف عمر عد التنازلي، معانا في بوابه اخبار اليوم. اهلا وسهلا بك. بنقول لك الف مبروك طبعا على المسلسل، وعايزين بقى تكلمنا عن المسلسل واختيارك لابطال العمل. المسلسل هو اول مسلسل اكتبه، وفضلت ان يكون بدايتي في النوع اللي انا بحبه، الاثاره والاكشن. جات لي الفكره وكتبتها وعرضت، وكان وانا بكتب الموضوع كان اول ممثل فكرت فيه حسيت ان هو قال لي واحد للدور كان الاستاذ عمرو يوسف، فاتقابلنا عرضت عليه السيناريو. الاستاذ عمرو اتحمس له جدا، وبدانا نقعد مع بعض اكتر من قعده نطور الموضوع ونتكلم فيه لحد ما بدانا التسويق، وفي الاخر قدرنا نقدمه الصوره دي. تكلمنا عن قصه المسلسل. قصه المسلسل هي بالنسبه لي قصه شخص عادي، الظروف ورطته مع الجماعات الجهاديه، على عكس ما ناس كتيره فاهم ان هو ارهابي. لا، احنا مش بنحكي قصه ارهابي، بنحكي قصه بني ادم عادي اتنقل من حياته الطبيعيه لان هو يتعامل مع جماعات الجهاديه، وبالتالي ان احنا نقدم رؤيه جديده لضباط الداخليه والجماعات الجهاديه غير التصور السائد المعروف اللي هو دول متعصبين وكفار وبس ودول ضباط قاسيين وبس. لا، احنا كنا عايزين نقدم الناس الحقيقيه بجد، دول الناس في الداخليه فيهم ناس بتتعب، فيهم ناس بتضحي. الجماعات الجهاديه هم عايزين يوصلوا لايه وليه بيتظاهروا بالدين؟ الفكره جات لك ازاي؟ هل اتاثرت مثلا بالظروف اللي مصر كانت عايشاها الفتره اللي فاتت؟ طبعا اكيد الظروف اللي احنا بنمر بيها. انا طول يعني بقالي فتره طويله كنت عايز اعمل فكره الصراع ما بين ضابط ومجرم اللي هي تكون جديده او مثيره. دلوقتي في الظروف اللي احنا عايشين فيها ما كانش في اخطر من الارهاب ان احنا نتكلم عنه، ففضلت ان هو نبتدي نتعامل مع هذا الموضوع بحذر شويه، لكن حسيت ان هو اقرب حاجه لعقليه المشاهد المصري دلوقتي. يعني هو الغريب ان احنا كنا في الاول، وفي ناس كتير قالت ان احنا بنهاجم الداخليه او قاسيين شويه على الداخليه، احنا فعلا كنا بنتعامل بصراحه شديده مع الداخليه، وهم اللي فاجئونا بدعم كامل، ما فيش اي اعتراضات، ما فيش اي ملاحظات على السيناريو. الناس ديت كانت بتوفر لنا اي مكان عايزين نصور فيه، اي تسهيل تصاريح لما كنا بنصور في الشوارع مشاهد اكشن، كان هم اللي بيجوا يامنونا. استاذ حسين ليه ستايل مميز جدا في الاخراج، قادر جدا على ان هو ينفذ مشاهد اكشن شديده الصعوبه ويقدمها بكواليتي سينمائي في مسلسل تلفزيوني. والاهم من كل دوت الاستاذ حسين فاهم دراما كويس جدا، وكان عاداته معايا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا، وانا سعيد جدا اني اتعرفت عليه واشتغلت معاه. طيب رسم خطواتك الفتره الجايه ازاي؟ هتكمل دراما ولا هتتجه تالف سينما؟ ما باخدش قرار ان انا هكتب فيلم او مسلسل. انا الموضوع بيمشي بالنسبه لي زي اي كاتب، بشوف الفكره، لما بتجيلي فكره حلوه بلاقي ناس متحمس لها بشوف هي تصلح ليه. لو الفكره قصيره يبقى طبعا افضل لها تعمل فيلم عشان المونتاج، لكن لو لقيت ان تفاصيلها كتيره ومحتاجه وقت فاعملها مسلسل. نشكرك جدا يا تامر، ونورتنا النهارده في اخبار اليوم. انا اشكر حضرتك جدا.